نمرة اتنين، وأن تكون مسافته 16 فرسخة، اللي هي 85 كيلو اللي قلت لكم عليها. يبقى المسافر يطلق على اللي يسافر حوالي 85 كيلو، وسيدنا الشيخ الباجوري حددها بطنطا، يعني اللي رايح يزور سيدنا البدوي يبقى ايه؟ مسافر. وكانوا يحسبونها بالطريق الموصل، يعني نفرض ان في طريق عملوه موصل بيننا وبين طنطا اقل من 85 كيلو، تبقى ما انتش مسافر. وفي طريق 95 كيلو، تبقى مسافر. فواحد لما مشي في الطريق ابو 85 كيلو راح، فبقول له ما تيجي تصلي الظهر ركعتين معايا، قال لي لا ده انا خدت الطريق ابو 80. اقول له لا ده انا واخد الطريق ابو 95. فاحنا الاثنين من القاهره والاثنين مسافرين ونزور السيد البدوي، انا اقصر وهو لا. يبقى اذا دي حته مهمه، دي ما حدش ياخد باله منها، ان العبره بالطريق مش العبرة بالمكان. فأنت قد تذهب إلى هذا الطريق من مكان قليل. وكل هذا نتكلم في البر وفي الماء، يعني سواء كنت ماشي في البر بسيارة بتاع بحمارة، أو كنت رايح في سفينة في كروزة كده. طب افرض كنت في الطيارة ولا اي ولا الهوى، نرجع تاني للارض، مفيش فوق مسافات ما نعرفهاش، اللي نعرفه الارض والبحر، فنرجع تاني للارض.